السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله وفي صحه جيده. اليوم انا صراحه ما كنتش معوله نصور لا فيديو ولا فلوغ ولا حتى حاجه، غير كنت غادي نمشي كنت خارجه للديكاتلو، خاصتني واحد السيرفيت لبنتي، وقلت علاش ما نصور. انا غادا نصور لكم المحل ونصور لكم الاثمنه الحاليه ولي بروموسيون اللي كاينين، وهذا اللي كاين. انتوما معايا
بالنسبه للبنات خديت سيرفيت البنت ديال السيرفيت اللي خديت هذا السروال بالنسبه اللي مهتم بالاثمنه هذا واقيلا شي 130 درهم كنظن هو حيت خديت كل بياسه بوحدها يعني هو بوحدو وتيشيرت بوحدو وجاكيت بوحدها دونك هذا كما قلت لكم 130 درهم سمحوا لي على التصوير عيان لان غير بنتي الصغيره اللي صورت ما شدتش داكشي مزيان المهم هذه جاكيت جاكيت 200 درهم جاكيت 200 درهم و تيشيرت وهذا شي 100 درهم تقريبا